أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري استعدادها الكامل لموسم الأمطار هذا العام وجاهزية مضخات الأنفاق والطرق العامة تحسباً لأي طارئ. المدير العام للهيئة المهندس أحمد الحصان أوضح بأن الهيئة تقوم بجولات تفقدية منتظمة على مضخات سحب مياه الأمطار بالأنفاق للتأكد من جاهزيتها، مبيناً أن عدد الأنفاق التابعة للهيئة يبلغ 18 نفقاً، وأن الهيئة أعدت خطة للطوارئ خاصة بالأنفاق سيتم اعتمادها قريباً.